يخفى على البعض ان ازمه تعاقد حكيم زياش للمنتخب المغربي واعتزال زياش الدولي ومطالبه الجماهير بحكيم زياش في كل مباراه في الدوري المغربي، الموضوع بدا يكبر جدا والانتقادات بدات تكبر بالنسبه لوحيد خليلزوتش. الفيديو اللي مدته 5 ثواني ده شكل مشاكل كتير قوي لوحيد خليلزوتش، ناس كتير طلبت باقاله وحيد خليلزوتش، ناس كتير قالت ان وحيد خليلزوتش بيسب الجمهور المغربي. والسيد فوزي لجع رئيس الرابطه المغربيه او رئيس الجماعه المغربيه قرر ان هو يخش على الخط. الراجل قبل كده اتكلم على عوده حكيم زياش واتكلم على عوده نصير مزراوي، وامبارح اتسرب له حوار قدام المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي بيتكلم فيه على عوده حكيم زياش، برضه هحط لك الرابط في الوصف تحت، احنا ما بنجيبش اي كلام عزيزي. الراجل قال ان حكيم زياش لما ارتكب جريمه اكد فوزي لجع ان لن يرضى بقال لن يقبل باستمرار معاقبه اي من العناصر المحترفه سواء في اوروبا او عبد الرزاق حمد الله المحترف في الدوري السعودي من طرف خليلزوتش، مضيفا ان لا توجد في كافه التعريفات عقوبه ابديه سرمديه. كلام على عقوبة أبدية بالنسبة للمدير الفني ولعيب ممكن يكون كلام مبالغ فيه شوية، بس في حاجة اسمها مدير فني، خلاص هو اللعيب طرق التواصل ما بينهم اتقفلت تماما، واعتقد ان ده المرحلة اللي وصل ليها وحيد خليلزوتش مع حكيم زياش. الموضوع بقى صعب ان وحيد خليلزوتش يتقبل ان كبرياءه يتمثل ان هو يرجع لعيب زي زياش غصب عنه وهو مش عايز. فدي مشكلة بالنسبة للمدربين، هيرفي رينار قبل بيها قبل كده بس وحيد خليلزوتش ما اعتقدش ان هو ممكن يقبل بيها، ودي برضو تطرق ليها السيد فوزي رجع اثناء الكلام. بالنسبة لحكيم زياش هو ابننا وكان اختار اللعب للمغرب في فترة من الفترات على حساب بلد اخر هولندا طبعا. لذلك لن نقبل ببقائه خارج اسوار المنتخب المغربي، زياش لم يسجل علينا هدفا عبدا او ارتكب جرما حتى يبتعد للابد. كلام جميل. كويس انك لسه فاكر للعيب موقف كويس ان هو فضل تمثيل المنتخب المغربي على المنتخب الهولندي، حاجه ما حدش هيقدر ينكرها ولا حاجه حد هيقدر يقول ان زياش ما عملهاش، بس برضه في حاجه اسمها في مدير فني خلاص يعني مش عايز لعيب معاه في الفريق، هل انت تتقبل بدي او مش تتقبل بدي؟ انت عايز ترجع اللعيب مع نفس المدير الفني، ما اعتقدش ان النتائج هتكون مختلفه تماما. زياش مش هيوافق وحيد خليلزوتش مش هيوافق، ده في اعتقادي الشخصي، لكن في تمنياتي بتمنى الامور تفضل مستقره وزياش يرجع مع وحيد خليلزوتش، لكن التوقعات حاجه تانيه. هو هداف الفريق الوطني المغربي وسجله معنا محترم وعادته ستكون مؤكده. ما يسر على زياس سيسر على حمد الله ومزراوي وعلى مالح لاعب فيورنتينا الايطالي وعلى اللاعب ديوب. نحتاج كل لاعب وعلى المدرب ان يجلس معهم للحوار قبل المونديال. مش شغلك ده، مش شغلك اه والله ده مش شغلك، انت مش شغلك انك تقول المدرب يقعد يعمل ايه مع اللعيبه واللعيبه دي لازم ترجع ولا ما ترجعش، ده مش شغلك. بس مع الاسف الشديد مبقاش في حاجه اسمها اختصاص، انت مطالب انك تطلع تتكلم في كل حاجه، انا مش عارف ليه، مع ان الموضوع موضوع مدير فني، في مدير فني عايز يرجع لعيبه تمام هيرجعهم علشان خاطر يخدموه في اجندته الفنيه والتكتيكيه، في مدير فني مش عايز اللعيبه ترجع خلاص انت تدعم المدير الفني، انما انت عايز تكمل مع نفس المدير الفني وتفرض عليه ان اللعيبه ترجع، اعتقد ان ده تدخل في عمل المدير الفني لا اكتر ولا اقل. تصفية الأجواء، إصرار فوزي رجع على تصفية محيط المنتخب المغربي من كافة أشكال الخلافات بدأ واضحا مع التأكيد أن ذلك يتطلب مجهودات وأيضا جلسة مصالحة. بص هو الكلام ده جميل جدا لما بنكون بنتكلم على الأعداد الودية، إنما أنت بتتكلم على مدير فني شايف إن في لعيبة هيفسدوا أجواء المنتخب، فيتدعم المدير الفني وتقرر استمراره بكل الأخطاء وكل الحاجات اللي أنت شايف إن هو بيعملها غلط، يتقرر إنك تمشي المدير الفني وتروح تجيب مدير فني على مقاسك ومدير فني على مزاجك تحط له اللعيبة اللي هو أنت عايزها تلعب في المنتخب أساسية وتقول له لعب اللعيبة دي، إنما التدخل المريب ده معرفش اللي هو عايزين نعمل جلسة تصالح، الكلام لذيذ وجميل بس ده تدخل واضح في شغل وحيد خليلزوتش. من الآن لغاية ضربة انطلاقة المونديال هذا هو شغل الشاغل، سأسعى بكل ما أوتيت من قوة كي أنظف الأجواء وأن أعمل على المصالحة بين الجميع. حلو الجوهرة. يهمني أن نصل للمونديال قطر ونحن في أفضل الظروف الممكنة، وسواء بقيت بمنصبي أو غادرت المنتخب المغربي ينبغي أن يكون محصنا. ما المنتخب المغربي ينبغي أن يكون محصنا هو المدير الفني للمنتخب المغربي، لأنك لو قويت عناصر على المدير الفني للمنتخب المغربي عمرك في حياتك ما هتخلي المدير الفني للمنتخب المغربي والمنتخب المغربي محصنا، لأن أنت كده هتخلي لعيبة أكبر من المنتخب. هذه الخطة تتطلب الكثير من التضحيات ونكران الذات وأن يتم تغليب المصلحة العامة والجماعية على ما سواهما، لذلك هذا هو هدفي، لأن رغبة أعلى الأجهزة كبيرة في أن يكون حضور المنتخب المغربي في مونديال قطر مشرفا وأن يليق بسمعة في رغبة هو بيتكلم عليها ان المسؤولين نفسهم يشوفوا المنتخب المغربي عنده حضور في كاس العالم، وده حاجة كويسة ودي حاجة نتمناها كلنا، بس ده برضه هيجي بالاستقرار، الاستقرار انك تمشي المدير الفني وتجيب مدير فني على مقاس الافكار اللي انت عايزها، يا تخلي المدير الفني وتكمل وتراهن على الافكار الفنية والافكار الانضباطية اللي هو بيحطها في الفريق، انما الاتنين مع بعض اعتقد دونت ميكس خالص.
اتكلم على حته بقاء وحيد خارزيتش او مغادرته. لا احد يضمن بقائه، لا هو ولا انا، من الاقل لغايه نوفمبر. سانتظر عودته من فتره الاجازه نتحدث، ستكون في الاسبوع الاخير من شهر رمضان بمشيئه الله تعالى. هو يعلم ما بيننا بالعقد الموقع ويعلم حجم الدعم الذي يحظى به، لكن اذا تبين استحاله مواصله الطرفين لمشاكل او خلافات او صعوبات تعترض الطريق فالانفصال وارد جدا من دون تعويضات. ده تهديد واضح وصريح لوحيد خزتش، اللي هو احنا لو قعدنا مع بعض وما اتفقناش على عوده اللعيبه انا همشيك. واعتقد ان وحيد خزتش هيروح للحته دي، ما اعتقدش ان خزتش ممكن يوافق بحته ان هو يتم ارغامه على عوده لعيبه معينه لتشكيله المنتخب المغربي. لو وحيد خزتش وافق على الحته دي هستنقص قوي وحيد خزتش اكتر منه، بس انقصه يعني. انا عندي مشاكل فنيه مع الراجل، وقتها هيكون مشاكل انضباطيه، ان انت مش هتكون عايز لعيبه يرجعوا ومع ذلك هيكون تم فرضهم غصب عنك علشان خاطر رئيس الجامعه المغربيه عايز كده. هل ده صح او غلط؟ بالنسبه لناس كتير شايفه ان هو صح علشان خاطر زياش عنده تاريخ وعنده هيستوري وعنده. في ناس تانية شايفه ان الكلام ده ما ينفعش، لان لعيب قال ان هو اعتزل دوليا، ولعيب قال ان هو مش هيرجع المنتخب المغربي مع نفس المدرب. فانت دلوقتي بتتكلم حوالين ان في طرف لازم يتنازل، وهو طرف وحيد خلوزيتش. ليه؟ لان خلوزيتش اضعف بالنسبه للجمهور، فخلوزيتش هو اللي لازم يتنازل. طب بالنسبه لزياش اللي اعلن اعتزاله، لا زياش ولدنا، احنا مش هننساه ان هو فضل المنتخب المغربي على المنتخب الهولندي. حته انك تروح لجانب اللعيب لمجرد ان اللعيب اسم كبير ولمجرد ان اللعيب بيحظى بدعم جماهيري، اعتقد ان دي حته نقص من قبل السيد فوزي لجع رئيس الرابطه المغربيه. لغايه الان هو مدرب المنتخب المغربي، وكنت تحدثت معه قبل ايام فقط عن المونديال والقرعه ومعسكر قطر، وكل الامور بيننا جيده ولا خلافات بيني وبينه. ومعنى انك بتتكلم لا خلافات معناه ان في خلافات، لان احنا عندنا في العالم العربي كتر النفي بيفيد التاكيد. لكن من الان لغايه المونديال لا احد يعلم ما الذي يمكن ان يقع، الله وحده من يعلم الامور واضحه وقلتها وقررها. مصلحه المنتخب المغربي واجواء ومناخ العمل السليم تتصدر عندي كل شيء. على فكره العمل السليم والاجواء والمناخ انت اللي بتعملهم كمسؤول بتتكلم في المشاكل اللي بتحيط بالمنتخب المغربي. لو انت طلعت قلت كل الدعم للجهاز الفني للمنتخب المغربي على اختياراته، هتكون انت اللي بسيت الاستقرار، انما انت مش عايز استقرار، لان انت عايز ترجع لعيبه بعينهم، لان الجماهير بتطالبهم، والقوه احيانا انك تقف في وجه الجماهير مش انك ترضخ لمطالب الجماهير. لان المنتخب المغربي صعد كاس عالم بدون زياش، بدون مزراوي، بدون حمد الله، بدون لعيبه كتير تم استبعادها. فمعنى كده انك هتدعم المدير الفني، انما انت دلوقتي عايز تدعم اللعيبه علشان خاطر خيار الجماهير. امشي ورا خيار الجماهير وشوف الدنيا هتروح بالنسبه لك فين. انا عارف ان مطلب الاطاحه بوحيد خلوزيتش قائم، وناس كتير جدا عايزه وحيد خلوزيتش يمشي، وممكن اكون انا واحد منهم لاني بعترض على وحيد خلوزيتش فنيات وبعترض على افكار فنيه. بس معنى ان انت تمشي وحيد خلوزيتش عشان خاطر عايز ترجع لعيبه، ده معناه انك مش بتحط منطق سليم او بتحط بناء سليم للمنتخب المغربي. انت كده بتحط بناء مليان مشاكل، هو اللي اللعيبه عايزاه هيكمل او مش هيكمل. معنى انك تمشي مدير فني عشان خاطر لعيبه رفضوا ان هم يمثلوا المنتخب المغربي اثناء تواجد الراجل ده، معناها انك بتفضل اللعيبه عن المدير الفني. وصدقني بالمنطق ده عمرك في حياتك ما هتعرف تعمل حاجه اسمها قاعده محترمه لمنتخب مغربي. عندك عناصر قويه جدا لكن ما عندكش نظام، وطول ما انت ما عندكش نظام وبتجري ورا الجماهير، الجماهير عايزه ايه والجماهير مش عايزه ايه، صدقني ولا هتعمل اي حاجه. عارف ان الفيديو مش هيعجبك، بس ده رايي الشخصي، انت ممكن يكون رايك الشخصي حاجه تانية خالص. ممكن تكون نفسك وحيد خلوزيتش يمشي وحكيم زياش يرجع، بس عايزك تحط نفسك مكان وحيد خلوزيتش. هل انت لو مدير فني هتقبل ان لعيب يتنطط عليك ولعيب يستقبل الجمهور عليك وهتقدر ترجعه؟ قول لي رايك بصراحه.